مدينة الطب التي تعاني، وحيث قالت المديرية من الإهمال، مديرية الدفاع المدني قالت إن مدينة الطب تعاني الإهمال، وقالت إن طواقمها أنقذت 15 مواطنا تعطل بهم مصعد داخل مستشفى مدينة الطب في بغداد. وقالت المديرية في بيان لها إن منتسبي فرق المديرية في الرصافة مركز الشيخ عمر تمكنوا من إخراج المواطنين بسلام وبصحة جيدة. يشار إلى أن هذه الحادثة دائما ما تتكرر في مصاعد مدينة الطب بسبب عدم صيانتها. هذه هي صور المصعد كما تشاهدون، ويبدو واضحا عدم الإهمال هنا. أحد العاملين في الدفاع المدني في مرحلة محاولة إنقاذ المواطنين 15 العالقين بداخل المصعد. طبعا هذه اللقطة أو الصورة التقطت قبل إخراج المواطنين الذين كانوا عالقين داخل أحد مصاعد مدينة الطب.